أولاد الحقوني يا هنية يا نورة الحقوني الحقوني. حاجة كوثر حاجة كوثر مالك يا حاجة مالك يا حاجة حاجة كوثر يا هنية يا هنية. حبيبتي يا نعمة تعالي تعالي حبيبتي اقعدي. مالك؟ دماغي مش رايقة. نعمة واضح ان في موضوع مهم. في موضوع مهم بفكر فيه حقيقة. خير؟ مختار ليل ماله؟ بيفتح شركة جديدة طلب مني ادخل شريك معاه. وده قابلته فين؟ كلمه وعرض عليا شركة. وشمعنى انت يعني اللي عايز يشاركك؟ بيقول انه بيثق في دماغي وعايز يتعامل معايا. والله؟ طيب وانت ايه رايك؟ والله يا نعمة انا شايفه فرصه كويسه عشان استثمر فلوسي، يعني ابقى متداري وراه واصدره هو. وناويين تشتغلوا في ايه بالظبط؟ هو عايز يشتغل في الاستيراد والتصدير. وهتصدروا ايه؟ تستوردوا نفس الحاجات اللي كنا بنستوردها قبل كده؟ ايه يا نعمة؟ ايه يا نعمة في ايه؟ الله، احنا ناس محترمه، شغلنا كله في السليم. طيب بقول لك ايه؟ ما تدخلوني شريكه معاك. يا حبيبتي انا قلت لك قبل كده فلوسك دي ماليش دعوه بيها. يا عم انا عايز اكبر فلوسي معاكم، هو انا هلاقي اامن منكم؟ يا نعمه التجاره مش مكسب بس، فيها خساره والخساره هتزعلك. انتوا ناس مرزقين وما بتخسروش ابدا، اتكل على الله وما تخافش. الحمد لله على سلامتك. يا انا فين؟ انت مين؟ ده الدكتور يا حاجه كوثر. دكتور؟ ايوه خضتينا عليكي يا حاج. وايه اللي حصل؟ ازمه وعدت على خير، علشان تبطلي تاكلي جبنه قديمه وما تاخديش الدواء في ميعاده. يا ما نصحتك يا ست الكل. جيت اخد الحبايه لقيت الدواء خلص، ما لحقتش اجيبه، لقيت الازمه جاتني فجاه. البركه فيها بنتك، لولاها كنت دخلت في مشكله كبيره. بنتي دي جاتني العياده وخطفتني من وسط العيانين علشان تنقذك. ده اقل واجب يا دكتور. عموما انا كتبت لك على فيتامينات مع الادويه اللي بتاخديها، وما دام حضرتك نسايه كده يبقى هخلي بنتك هي اللي تجيبي الدواء وتتابعك، لان من اللي شفته شكلها مش هتنسى بقى. شكرا قوي يا دكتور. هني ايوه يا ست وصلي الدكتور. حاضر يا ست. على اذنكم. اتفضل. سماح. ايوه. انت ليه عملتي معايا كده؟ اي حد مكاني كان هيعمل كده رغم كل اللي عملته معاكي. يا ما دقت على الراس تقول يا حاج، ولو جت على عمايلك يبقى رضا. يظهر انا فهمتك غلط. ولا يهمك، انت لا مؤاخذه يعني في مقام امي. ممكن ترتاحي لحد ما اجيب لك الدواء. انا عامله لك شوربه فراخ هتاكلي صوابعك وراها. اتفضلي يا ست الحاج، دول اراضي المدبغه الشهر اللي فات. كام دول يا عم باش هندي؟ 2300 جنيه. ليه بقى؟ ده الايراد قال لي عن الشهر اللي فات يجي 1000 جنيه. بصراحه يا ست الحاجه المدبغه بقى حالها لا يسر عدو ولا حبيب. اكتر من نص العملاء قطعوا التعامل معانا، والعمال بيتسرسبوا واحد ورا التاني. ازاي الكلام ده؟ امال مختار فين؟ مش بيتابعكوا ويشرف عليكوا؟ بس مختار بقاله مده ما جاش، وسايب الاداره في ايدين واد حرامي اسمه رجب، ومهلبها اول باول، وقارف العمال ومطفشهم. يعني ايه الكلام ده؟ سامحيني يا ست الحاج، انا بس صعبان عليا. شقى عمر الحاج وشقى عمري يضيع قدام عينيا، وتنهاش الصيع الحراميه. بالعكس كتر خيرك يا عم بشندي، انا خايف علينا وعلى مصلحتنا. انا ياما نصحت مختار لكن مفيش فايده يا حاج. طول عمره شورته من دماغه، ما بسمعش لحد ابدا يا عم باشا. انت ربنا يهديه يا حاج. يا رب.